قسمنا في صمت حتى نتكلموا اللجنه المشتركه التي قررت انها في اي حق تقرر الجدلانيه في موضوع لا يهمها. فلهذا ما نطلبش لا نقول زوير بين قوسين زوير ماذا راد في اللجنه. توزيع هذه التوصيه ليست توصيه غير صحيحه سي التاجي. السؤال سيد رئيس بالنسبة لهذه التوصية هي سطرة على اللجنة، لكن سي